لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها نال خيرها ونجا من شرها، ومن لم ير العواقب غلب عليه الحس فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة، وبالنصب ما رجا منه الراحة. وبيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي، وهو أنك لا تخلو أن تكون عصيت الله في عمرك أو أطعته، فأين لذة معصيتك؟ وأين تعب طاعتك؟ هيهات رحل كل بما فيه. فليت الذنوب إذا تخلت خلتي. وأزيدك في هذا بيانا: مثل ساعة الموت وانظر إلى مرارة الحسرات على التفريط، ولا أقول كيف تغلب حلاوة اللذات، لأن حلاوة اللذات استحالت حنظلا فبقيت مرارة الأسى بلا مقاوم. أتراك ما علمت أن الأمر بعواقبه؟ فراقب العواقب تسلم، ولا تمل مع هوى الحس فتندم. خلاصة هذه الخاطرة في كلمتين: الحال والمآل. لا تنظر دائما إلى نقص البدايات، ولكن انظر إلى كمال النهايات، فإن البداية عادة تكون ناقصة. كالمرء يولد فيستهل صارخا مع ملايين الذين يصرخون، ثم إذا نظرت إلى نهاية كل صارخ وجدت هذا إماما وهذا شيطانا. ولذلك لا تعرف نباهة المرء يوم يولد، يعني أي إمام، بل أي نبي، لا أقول أي إمام من الناس، إنما أي نبي من الأنبياء الذين اصطفاهم الله عز وجل. يوم ولد الواحد منهم ما كان يعرف أحد على الإطلاق أن هذا سيكون نابها، سيكون نبيا مثلا. يوم ولد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما عرف أحد قط أن هناك فرقا بين هذا الوليد وبين المواليد الذين ولدوا في مكة، إنما عرف ذلك في النهايات. أي إمام من الأئمة الذين ماتوا وقد عقدت عليهم الخناصر وصار لهم لسان صدق في الأمة بعد ذلك، ما كان أحد يدري قط
أنه سيكون كذلك، بل هو نفسه ما كان يدري أن يكون إماما. فلا تنظر أبدا إلى نقص البدايات، إنما انظر إلى كمال النهايات. وأنا لا أعني بكمال النهايات الشيء المحمود فقط، لا، انظر إلى كمال النهاية ولو كانت شرا محضا. يعني الظالم الذي تعدى كل الحدود، لا تنظر إلى بدايته في الظلم، ولكن انظر إلى عاقبته يوم تم الخذلان عليه. كمال النهايات ليس المقصود به كمال النهايات الحسنة أو الكمال المحمود، لا، الحال والمآل، هذا خلاصة ما يريد أن يقوله ابن الجوزي هنا. من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها نال خيرها ونجا من شرها. من عاين بعين بصيرته، والبصيرة لا بد لها من شيئين حتى تتم. الشيء الأول الإيمان، والشيء الثاني العلم. بهذا تتم البصيرة، أما العلم فيهديه بسبب التأمل واليقظة، وأما الإيمان فيثبته. ولنأخذ عدة أمثلة ليبين المراد. لو أخذنا مثلا قصة يوسف عليه السلام، وقد ابتلي يوسف عليه السلام ببلاءين كبيرين، أحدهما أكبر من الآخر. البلاء الأول أن إخوته رموه في الجب صغيرا عاجزا عن تدبير أمر نفسه، وهي يمكن دي محنته الحقيقية، أنه كان صغيرا لا يستطيع أن يدبر أمر نفسه. فلما ألقوه في الجب وتركوه، ثم مرت السيارة وأرسلوا واردهم فأدلى دلوه فتعلق بالدلو، قال يا بشراي هذا غلام، فبيع هذا الحر اللي هو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المعادن، معادن الناس، فذكر يوسف عليه السلام فقال هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعني عريق الجذور في المروءة والنسب الطاهر، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. بيع هذا الحر بثمن بخس، بعدما كان حرا صار رقيقا أو مسترقا، وهذا أعظم ما يصيب المرء، أعظم مصيبة تصيب المرء في حياته لا تعلوها مصيبة إلا أن يكون الكفر يعني أو الخروج من الملة، أن يسترق بعد أن كان حرا. ولبيان عظم هذه المسألة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. يعني الولد لو نشر نصفين وفضل طول عمره خدام لأبيه وبذل كل ما يستطيع من غال ونفيس
وجعل خده مداسا لأبيه أو لأمه، بذل ما يخطر على البال وما لا يخطر على بالك. لا يستطيع الولد أن يوفي جميل والديه إلا في حالة واحدة، أن يجده مملوكا فيعتقه. يبقى أنت تعرف الرق ده شكله إيه، طالما الجزاء بتاعه كده. يعني الابن يقعد بقى لو 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 اعتق والده يحط رجل على رجل ويقول له احنا كده بقينا راس براس، بقينا اصحاب، لما يعمل معاه المساله دي. غير كده لا. ليه؟ لان العبد لا يستطيع ان يفعل شيئا الا باذن سيده. لو استبدت به الشهوه وكادت ان تقتله فتزوج رغم أنف سيده فهو زان. لو أن سيده كان يقسو عليه ويضربه ويهينه فهرب منه، لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا حج ولا أي عبادة حتى يرجع إلى سيده. والكلام ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان ليس له حرية في أي شيء مطلقا. والرق أعظم ما يصيب الإنسان، فبعدما كان حرا صار رقيقا. فلما أخرجوه من الجب وبيع بثمن بخس، قال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. يعني بعد المحنة الأولى ربنا عز وجل قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، ثم ذكر شيئا سيكون أساسا لتمكينه مرة أخرى: ولنعلمه من تأويل الأحاديث. بعد ما المحنة دي انتهت، وهي أقل المحنتين في حياة يوسف عليه السلام، جاءت المحنة الكبيرة اللي هي فيها بقى الاختيار. لم يكن يوسف عليه السلام مختارا لما ألقي في الجب، خلاص يعني كان بلاء فوق مكنته وكان صغيرا. لا، دلوقتي صار شابا يافعا، والمحنة الأخرى وهي مراودة امرأة العزيز. سر المحنة دي إيه بقى؟ ولماذا هذه المحنة أعظم من أختها اللي هي التي ابتدأ يوسف عليه السلام حياته بها؟ لأنه كان لها كل المقتضيات، كان لها كل المقتضيات. تعرف الشيء إذا لم يكن له مقتضى ذم صاحبه عليه إن كان سوءا. إذا لم يكن له مقتضى، يعني الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. ولا واحد من هؤلاء معه مقتضى ما يفعل. شيخ زان يعني فنت شهوته. طب الشاب مثلا اذا وقع في الزنا، واحد يقول لك غلب، طبعا ده مش اعتذار عنه، ليس اعتذارا ان يقال خلاص هو معذور، لا طبعا، الف به، يعني كلامنا ليس في هذا يعني. لكن هذا شيخ فنيت شهوته باذن ليه؟ ده يبقى خبيث.
عارف زي اللي بيشرب سجاير، الأول يصبح الصبح يكح لحد ما يصحي الجيران كلهم مجانا يعني، وروحه هتطلع من كتر الكحة، أول ما يهدى يبتدي يشرب. ما عادتش المعصية بالذات الذي يمارسها بصفة دائمة ليس لها لذة، اتعود عليه يفعلها بلا لذة فتبقى التبعة بلا مقابل. يعني يمكن الإنسان إذا فعل الشهوة واللذة والكلام ده أو استمتع المتعة العاجلة في مقابلها نار، لكن إذ يقول لك أنا اتمتعت، لكن ده من كثرة ممارسته للعصيان بقى على طول داير في السائي على طول بدون أي شعور يبتدي يمارس العصيان. يعني لا لذة عاجلة في الدنيا وفي مقابلها نار، فهذا شيخ زان يعني ليس معه مقتضى الفعل وهو الشهوة العارمة والشبق الجارف الذي يجعله يقع في هذه الفاحشة. وملك كذاب، طب انت اللي بيدك القرارات ومعاك الختم وانت اللي بتحط القوانين وانت اللي ممشي كلامك على الناس، تكذب ليه؟ قد يفهم المرء ان واحد يكذب علشان واقع فيه مصيبة وعايز يخلص منه فكذب ليتخلص، طب انت بتكذب ليه؟ كل شوية تقول السنة دي سنة الرخاء وما فيش حاجة وتطلع اشد من اختها وهكذا، فانت بتكذب ليه؟ يبقى ده يدل على خبث الطبع وعائل مستكبر. العائل فقير ومستكبر مش معنى ان عنده كرامة، هناك فرق بين الفقير المتعفف الذي يحسبه الجاهل غنيا بيصون ماء وجهه وبين واحد متكبر. ده المفترض اللي يتكبر مين؟ واحد معاه فلوس ودايس على مناخير الناس وكل ما واحد يكلمه له فلوسي واشتري الناس بفلوس واوزن الناس بالفلوس، لكن انت ما معكش ولا مليم وبتدوس على الناس ليه؟ امال لو معاك هتعمل ايه؟ ده يدل على خبث الطبع. اذا لم يكن للفعل مقتضى لم يكن له عذر. طيب يوسف عليه السلام لما حصلت بقى محنة امرأة العزيز، انا هقول لك كم مقتضى، انا حاولت اجمعهم من يعني كلام اهل العلم، طلع 13 مقتضى للوقوع في الفاحشة، كمان للوقوع يعني المقتضى موجود وده الموجود في كلام اهل العلم. شوف على حسب ما جمعتهم، قال لك المقتضى الاول ما خلقه الله سبحانه وتعالى في طبع الرجل من ميله الى المرأة، كما ميل العطشان الى الماء والجائع الى الطعام، ولا يصبر رجل، قد يصبر عن الطعام ويصبر عن الشراب ولا يصبر عن النساء. والحديث والكلام ده وارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولذلك ما لا يعرفه، مش عايز اقول كثير من الرجال عشان ما افتتش على حد يعني، انما على الاقل لا يعلمه الا القليل، ان الرجل او اكثر الرجال او طائفة من الرجال لا تستطيع ان تؤدب المرأة بالهجر. عندنا المرأة بتؤدب بثلاث حاجات، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هو يعظ ويضرب لكن لا يهجر، لكن لا يهجر ليه؟ لهذه العلة،
أن الله عز وجل ركب في الرجل الميل إلى المرأة. وعلشان أقول لك حاجة كمان، المرأة تستطيع أن تواصل الهجر سنين ولا تتأثر، ولا تتأثر بحكم خلقتها. ولذلك المرأة ممكن تطلق أو تترمل وتعيش بالعشرين والثلاثين سنة والأربعين سنة عفيفة. يبقى إذن الرجل إذا أراد أن يؤدب عليه أن يكون الوعظ مؤثرا، ثم ينظر بعد ذلك إلى رصيده عند المرأة. ممكن ما يسواش فلس ممسوح عند المرأة، مش قيمة. فلما يهجر بارك يا جام أحسن، يبقى خلاص المرأة كده استراحت. فأضر شيء على الرجل في الدنيا كلها المرأة. عشان كده اليهود مستخدمين المرأة في كل حاجة، كل حاجة. يبقى أول شيء ما ركب في الرجال من الميل إلى المرأة، لأن المرأة زينة. ولذلك أمرت المرأة أن تغطي وجهها مثلا، ولم يؤمر الرجل بذلك، لأن قل أن تفتتن امرأة برجل، موجود برضه لكنه قليل، لكن افتتان الرجال بالنساء كثير جدا. ليه؟ لأن المرأة زينة، خلقت زينة. عشان كده ممكن تقعد لا ترى أي حرج إن هي تسرح شعرها، وإن هي تعمل حواجبها، وإنها تعمل زيت، وتعمل مش عارف بودرة، وتعمل مش عارف إيه، عادي خالص. الرجل لو حب بس يسرح شعره وبتاع يبقى مكسوف وبيسرح قدام المرأة، قدام مراته. لكن المرأة لا تستنكف إنها تعمل كل القصة دي. ليه؟ لأنها زينة، وركب في طبعها إنها تعمل كده. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الترمذي وغيره، قال المرأة كلها عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. يبقى الشيء الطبيعي ميل الرجال إلى النساء، وطبعا ده موجود في يوسف عليه السلام كرجل. الحاجة الثانية أن يوسف عليه السلام كان شابا في كامل قوته، ولم يتسر ولم يتزوج، وهذا أيضا داعية إلى إيه؟ إلى الوقوع في الفاحشة. الحاجة الثالثة أنه كان غريبا، والعبد يفعل في دار الغربة ما لا يفعله بين أهله وأخوانه. بين أهله وأخوانه يتجمل، في دار الغربة يشتغل خيشة مفيش مشكلة. حتى تلاقي مثلا الجماعة اللي نازلين في الأجازة بالسيارات الفارهة الضخمة اللي مكتوب عليها جمرك الكلام، أو يجي هنا ماشي في الشوارع وسرينة وبتاع وعمال يعمل كده. طب روح شوفه في المكان اللي هو شغال فيه، العمال يمسح البلاط ويلمع اللي مش عارفيه والأطباق والصحون والكلام. هل هو في بيته، في بيته لو كلب في طبق ما يرضاش يشيله، يا ابني شيل الطبق ودي المطبخ، كل دي مش شغلتي، شغلة البنات، البنات هم اللي يشيلوا ونظفوا ويعملوا كام، لكن انا راجل. طب لما يروح بره ويشتغل في المطاعم ويمسح البلاط ويمسح الصحون والكلام ده هو، ويروح للراجل والفوط على ايده ويوطيله كده ويعمل له جرسون مش عارفين الكلام ده، واول ما يناديله بس كده اهو ما الزبون على حق على طول يناديله، يجي يجري من اول الشوط لاخر والكلام. فانت لما تشوف البهدله بتاعته بره ما تشوفوش بين اهلي واخواني. واحنا عندنا المثل بيقول لك البلد اللي ما تعرفش فيها حد ايه؟ اعمل فيها ما بدالك يعني. اهو ده نفس ترجمة الكلام. طالما ان انت غير معروف ولن يلومك احد، وفص ملح وداب عملت العملة المهببة وبعدين قمت فلت، ما فيش حد بيدور عليك. لكن انت فلان ابن فلان ساكن في الشارع فلان عملت العملة المهببة، مش عيب. ده انت ابن فلان وبتاعه، يبقى عار عليك وعار على الاسرة وعار على البتاع، فما يقدرش يعمل في ما بين أهله وإخوانه ما يستطيع يعني أن يفعله في دار الغربة. يبقى إذن لو أنه فعل هذه الفعلة وهو في دار الغربة وفص ملح وداب خلاص، برضو ده إيه؟ ده مقتضى. ولذلك ممكن تلاقي في واحد يشحت
بره بلده ولا يجد غضاضة ان هو يمد ايده ويلم فلوس بره البلد. ليه؟ لانه ليس عارا عليه. الخامس ان المرأة ذات منصب وجمال، وعادة بيكون مثلا امرأة العزيز بتلاقي امرأة شامة يعني في كل شيء، يعني هي السيدة الاولى في المجتمع، فبتلاقي عليها من الملاحة وفي يدها من المناصب والقوة ما ليس لأفناء النساء. فلما تكون المرأة ذات منصب وجمال برضو ده بيكون داعية الفعل منه، هيقرب جايز ياخد قرشين ولا ياخد منصب كبير ولا الكلام ده هو. وفي نفس الوقت مثل هذه الطبقة الظفر بها قليل. يعني من العجائب ان الولية بتاعت بريطانيا اللي ماتت من 12-13 سنة مع الواد المصري دودي الفايد، قال لك شوف يعني المرأة طبعا هو التقى معاه في الزنا والسفاح والكلام ده، طبعا ده كان هيتهبل. ليه؟ لان دي كانت امرأة ولي العهد انذاك قبل ما يضحي بمنصبه، عشان الولية اللي معاه دلوقتي. يقول لك بقى ايه الحب بقى فوق المناصب وفوق اللي مش عارف ايه والكلام ده. بقى لما ظفر بالمرأة دي حصل له لوثة، مع قطع النظر هي تطلع ايه، لكن يكفي منصبها. وان الطبقات العالية دي لما يكون واحد من افناء الناس لا يطمع ان يصل الى هذه الطبقات العالية، فمجرد الوصول حلم. يبقى امرأة ذات منصب وجمال، وده شيء طبيعي ان الواحد يطمع فيه، تمام، لا سيما اذا كان السبيل ممهدا. السادس، المقتضى السادس اللي خلي يوسف عليه السلام او اي انسان يقع في المسألة دي، ان المرأة غير آبية ولا ممتنعة، بل هي الداعية الى نفسها. وكثير من الناس حتى لو هو انسان فاجر يعني يخاف يقرب من اي واحدة ست تصرخ وتفضحه. ولذلك لا تجد ابدا فاحشة وقعت الا والمرأة السبب الاول فيه، هي الوربة الباب. وإلا أي بني آدم لا يستطيع أبدا أن يقترب من أي امرأة إلا إذا هي شورت له وفتحت له الباب. عشان كده ربنا عز وجل قال الزانية والزان، فقدم الزانية بخلاف السارق والسارق. الحرامية أغلبهم رجال، والفواحش من النساء هي اللي تفتح الباب. فالمرأة غير ممتنعة وغير متأبية، وده يفتح الباب امام اي انسان ممكن ايه يكون مقدم على مثل هذا الامر. وبعدين طبائع الناس الحقيقة مختلفة في المسألة دي، يعني ان الناس على جنسين امام امتناع المرأة. في جنس من الناس اذا امتنعت المرأة منه يزهدها ويكرهها ويملها ومستحيل يقرب منه، وهناك جنس آخر كلما ازدادت المرأة امتناعا ازداد ولهانا وحبا. ودي أصلا بتبقى طبائع مركوزة عند البشر، إما أن يزهدها ويملها. ليه؟ لأنها أذلته. يعني المرأة عندما تمتنع من زوجها مثلا في زوج لا يقربها مطلقا. ليه؟ اللي عنده نخوة الرجولة ما يحب شريق ماء وجهه في المسألة ديت ويمتنع ويتأبى، وفي واحد يزداد عطشا ويزداد ولهانا بسبب برضو الايه بسبب الامتناع. فانظر هذا او ذاك. السابع، المقتضى السابع يعني للمسألة دي، انها هي التي طلبت وارادت وبذلت الجهد وذل فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها، بحيث صار هو العزيز وهي الإيه؟ وهي الذليلة. الثامن، أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى إذا لم يطاوعها أن تؤذيه. وفي بعض الناس بأقل قدر من التهديد يوافق،
حتى لو وقع في روعه أن المهدد لا يستطيع إمضاء تهديده. يعني لو لم يكن مكرها على الحقيقة ممكن يوافق. كثير منه مش لازم في الفاحشة، يعني في أي شيء مما يخالف الشرع، يعني ممكن موظف يقول له روح امضي واعمل كذا وكذا، وهو عارف انه حرام وانه لا يجوز، ومع ذلك يروح يقول لك اعمل ايه الرئيس بتاعي وهيأذيني، مع قطع النظر هل هذا يستطيع ان يمضي تهديده ام لا. لا، ده المرأة في بيتها وتحت سلطانها وتحت قهرها، فكان ممكن يقول انا اعمل ايه، والله انا مضطر، طالما المسألة ايه كده. التاسع انه لا يخشى ان تنمي الحديث عنه، يعني الفضيحة، لان هي اللي عايزة المسألة دي وهو لن يتكلم، يبقى هيفضل ليه الستر موجودا، يفضل الغطا محطوط، يبقى امن برضو الايه امن الفضيحة المجتمع، لان المرأة لن تفضح نفسها طواعية. العاشر انه كان مملوكا، والمملوك يفعل ما يأنف من فعله الحر. انت عارف المملوك، احنا لسه بنقوله في الشرع بقى، المملوك لا يملك من امر نفسه شيئا، عاجز تمام العجز، يصير يقول له يمين يمين شمال شمال، ليس له ارادة مطلقا، فده كان مملوكا. فالمملوك لا يمتنع من فعل شيء بخلاف الحر. يعني في بعض الأحاديث أظن عن 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 بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الزنا في الجاهلية، وإن المسألة دي كانت عند الإماء، فقالت أو تزني الحرة، كان حتى في الجاهلية الزنا والكلام ده كان فاشيا في الإماء، إنما الحرائر لا. ده حتى بنت أنس بن مالك، لما أنس رضي الله عنه ذكر أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فابنة أنس قالت وسوأتاه أو تهب الحرة نفسها، مش زنا بقى، لا سيبك من الزنا ده، لا مجرد هبة، أهناك حرة تقول لرجل وهبت نفسي لك؟ وخلي بالك أنس كان بيتكلم عن مين؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بتقول واسوأتاه أو تهب الحرة نفسها، فقال لها أنس هي خير منك، وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. أشوف المركوز في فطر الحرائر في المسألة دي. صح الشرع رخص للمرأة أن تعرض نفسها لا أن تهب نفسها، لأن مسألة الهبة دي هذه مخصوصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، مسألة الهبة. إنما العرض ممكن، يجوز للمرأة الحرة أن تعرض نفسها عندما تثق أنه لن يستعمل مثل هذا العرض في تهديدها أو في يعني إسقاطها من مكانها إلى آخره، يعني خلاص. يبقى إذن إيه؟ أنه كان مملوكا. الحادي عشر من الدواعي اللي ممكن تدعو إلى هذا الفعل أنها استعانت عليه بأئمة المكر. عارفين من أئمة المكر؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، يا للعار. طبعا ده حديث الأوساط الراقية، حديث الأوساط الراقية في النساء دايما كده عن الرجالة، والراجل راح والراجل جاء، وفلانة بتحب فلان وفلان بيحب فلانة
والكلام ده، بل هم مش شغلانة غير دي. فقاعدين يتكلموا، تراود فتاها عن نفسه. مين اللي يراود مين؟ من الذي يراود؟ الرجل يراود المرأة ولا المرأة تراود الرجل؟ من الطالب ومن المطلوب؟ الطالب الرجل، ولذلك الرجل شرع له ان يخطب المرأة، مش المرأة تروح للبيت وتقول له انا عايز اتجوز ابنك يا عم الحاج. لا، علشان المرأة تفضل طول عمرها كريمة وشريف، يبقى دايما المرأة رأس مالها تكون مطلوبة، رأس مال المرأة تكون مطلوبة، ده الأصل، هذا هو الأصل في الإيه؟ الأصل في الموضوع. يبقى الرجل الطبيعي أن المريد هو المراود. فبيقولوا يعني يا للعار، هي التي تراود ومين؟ فتاها، يعني هي السيدة الأولى في المجتمع كله، بتراود مين؟ عبدا؟ طب تراود واحد حر كده ولا بتاع؟ مثلا وزير ولا حاجة، عشان يبقى العملية متكافئة ولا قريبة من بعضها. لكن هي مع علو شأنها وهو مع تدني مكانته كعبد عندها، هي كمان اللي بتراود فتاعنا. فطبعا لأنها هي من أئمة المكر كمان، دعتهم بقى وهم قاعدين بقى يقشروا برتقان ولا تفاح، ما هو حاكم الكلام ده مرطرط عندهم الحاجات الفاكهة والبتاع. قالت له اخرج عليه، هم شافوه من هنا اتبنجوا، ما عرفوش بيعملوا ايه، قطعوا في ايديهم وبتاع والكلام ده، والدم بقى للركب وهم مش حاسين بالمسألة دي. طب ده انتوا شفتوه مرة واحدة وقطعتوا صوابعكم وخليتوا الدم للركب، انا قاعدة معاه ليل نهار، ده انا بطل على كده، لان ما حصليش لوسة ولا حصل لي حاجة ولا الكلام، ومرة واحدة حصل لكم ده كله وانا اهو. فذلك الذي لمتنني فيه اهو، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. يوسف عليه السلام قال ايه بقى وهو يناجي ربه تبارك وتعالى؟ وإلا تصرف عني ايه كيدها، كيدهن، كل واحدة اشتغلت لحسابها، ها كلهن اجتمعنا يحطبنا في هوى امرأة العزيز. ما عادش كيد امرأة واحدة، لا، كيد النساء جميعا اجتمعنا جميعا على يوسف عليه السلام في المسألة دي. عشان كده قال ايه وإلا تصرف عني كيدهن، اي هذا الايه، هذا المجتمع. فاستعانت على يوسف عليه السلام بالنساء عشان يبقى رأي عام، ما يبقاش كأنها مستخبية بقى، مع العملية اتكشفت عايزة تعمل رأي عام، وده في منتهى البجاحة والوقاحة انها تعمل رأي عام في المسألة دي، وتجيب النساء ويبقى فيه برضو النساء كلهن يقولن مثل هذا الكلام. المقتضى الثاني عشر اللي يخليه يقع انها توعدته بالسجن والصغار، وإلا يفعل ما أمره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين. وده في نوع إكراه، يعني ممكن يقول خلاص أنا مستمسك لحد السجن، ما أقدرش أنا مع البرش وأكل في الأرانة واتحبس وحريتي والكلام ده خلاص، يبقى أنا كده مكره. طيب هل في إكراه على الزنا؟ يعني رجل، أنا نتصور هذه المسألة، رجل أكره على أن يزني فزنى، هل ده مكره شرعا؟ يعني الفقهاء لهم في المسألة دي كلام، منهم من قال إن المرأة تكره على ذلك إنما الرجل لا. طب ايه يا جماعة دليل التفريق؟
قال لك ان الرجل اذا اكره ولم يكن مريدا لم ينتشر، ما يعرفش واقع المسألة، ما يعرفش عمل، لكن كونه انتشر دل ذلك على ان له حظ في المسألة. طب ما هو المرأة ممكن يكون لها حظ في المسألة برضه، بس ما فيش علامة. طب الرجل له علامة، طب وعلامة المرأة ايه؟ ما لهاش علامة. فالصح بقى لو انت عايز تجري القواعد صح، الاحكام الجزئية على القواعد، اذا قلت بالاكراه بعدم الاكراه في حق المرأة يلزمك ان تقول بعدم الاكراه في حق الرجل. وكون الرجل خالطه حظ نفس في المسألة لا يرفع معنى الاكراه. هي دي مسألة يعني الفقهاء بس يطرحوها كعادتهم، يعني لما بيطرحوا المسألة دي وبعدين يدورونها عليه على حلول، هو مثلا ده ممكن ينطبق على القاعدة ولا لا. فالنهاردة هي لما بتتوعدوا بالسجن والصغار كمان، لان انت عارف ممكن يكون مسجون ومستريح، لكن سجن وصغار، تعرف الصغار زي ايه الايام دي؟ الاشغال الشقة. ما هو في واحد ياخد سجن بدون اشغال، واحد ياخد سجن بالاشغال، ايه الفرق بينهم الاثنين؟ قال لك اللي واخد سجن او قاعد في الزنزانة ويتفتح له الزنزانة طول النهار في الحوش بتاع السجن، حد منكم سوابق؟ ها؟ مفيش حد سوابق؟ اللي سوابق عارف الحدوتة دي. فتح له من الصبح بقى ولو كان السجن مثلا واسع شوية بيعملوا تقسيمة كورة ويعملوا فريقين وبتاع وآخر زقطاطة يعني. ها؟ فأهو مع المساجين حتى لو سجن انفرادي أهو قاعد لوحده في حاله. إنما الأشغال الشقة يفتح عليه الصبح وياخده على الجبل معاه البلطة ولا معاه الفاس ولا معاه تعيه يكسر في الصخر طول النهار، وطبعا يحطوه في الجبل لو الجبل قريب شوية من الطريق العمومي ولا حاجة يحطوا له في رجله سلسلة وفيها ايه صخرة قد كده اهو عشان ما يهربش، او لو الجبل في وسط الصحراء يسيبوه، ولو ابن ابوه يهرب لانه هيموت لو طلع طق في دماغه كده يجري في الصحراء عشان يهرب بجلده، مش هيلاقي طريق ولا هيلاقي لا سيارة ولا بني ادم ولا اي حد، هيرجع تاني للسجن ولا هيموت من الجوع والعطش. تمام؟ يبقى اذا في اصبح في فرق بين الايه؟ بين السجين فقط والايه؟ والسجين اشغال شقة، اشغال شقة فيها صغار. لو ما اشتغلش الحارس ممكن يديله كرباجين ولا حاجة ولا وبتاع، او على الاقل يشتمه ويسبه، لكن المسجون لوحده كده طول ما محترم نفسه ما فيش حد بيقول له يمين ولا شمال. فده مش مجرد واحد مسجون، لا، ده مسجون ويتوعد بالصغار من مين؟ من المرأة الحاكمة بالفعل، لان طلع ان زوجها طلع خرع. ده شوف بعد ما اتكشفت المصيبة مش يديلها قلمين ولا حتى يقول لها ايه؟ يوسف عرض عن هذا واستغفري لذنبك. ها؟ ادي الخشونة اللي عملها، بس عاش اكتر من كده. انك كنت من الخاطئين، لا ظاهر عليه غيرة ولا ظاهر عليه ديوس، واخد بالك؟ فالحقيقة المرأة هي الحاكمة، يعني المرأة هي الحاكمة والراجل واضح ان هو ملوش في الحدوتة دي. يبقى اذا لما هي تتوعده بالسجن والصغار يبقى وصلنا الى الايه؟ التهديد والاكراه. فممكن يقول انا مكره وكانوا هيبهدلوني وكانوا مش عارف يعملوا بتاع، فانا معذور ان انا عملت الايه القصة دي. المقتضى الثالث عشر ان الزوجة ليس له غيرة، مش هينتقم منه ولا هيتوعده ولا هيتتبعه ولا الكلام. وانت عارف الحريم لما يكون وراها رجالة، اي بني ادم حتى لو نفسه سولت له ان يفعل ما يقدرش يقرب، حتى لو المرأة دعته. ليه؟ يخاف من اوليائها، يخشى من اوليائها لو وراها ظهر. لكن ثبت ان الرجل زي ما قلت لكم لم يظهر يعني من الغيرة والقوة ما يفرق بينهما. يعني حتى لما حصلت الحكاية دي قبل ما يودوه السجن
فضل يوسف عليه السلام في القصر. طب يعني فرق بينهم؟ خلي الست في القصر وودي انت اي مكان تاني. لا، فضل موجود في الايه؟ فضل موجود في القصر حتى ايه؟ حتى سجنوه. ده 13 سببا، واحد منهم ممكن يجعل يعلق المرء العذر به، واحد منهم. فازاي بقى لما 13 مقتضى يجتمع ومع ذلك يقول معاذ الله انه ربي احسن مثواي. شوف بقى النبل، وشوف شوف يعني الانسان اذا لم يواقع المعاصي كيف ينبل. يعني الانسان اللي بيواقع المعصية ده وبعدين يسقط في جب الخسة والنزالة والكلام ده عشان ايه؟ لشهوة ساعة. او شوف صبر يوسف عليه السلام لما صبر كيف رفعه الله عز وجل، وبعدين تبرأ من حوله وقوته فقال لربه تبارك وتعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وأصب من الصبوة، أي يصير المرء صبيا، تلاقي راجل وصاحب نخوة وصاحب مروءة والكلام ده، فإذا جاء أمام المرأة تجده صبيا صغيرا بين على تصرفات تصرفات الصبيان. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المعروف الصحيحين وغيرهما يا معشر النساء ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. رجل الحازم، حازم اللي هو ايه؟ الذي يغلب الرجال ولا يغلبه الرجال، المرأة تغلبه، وقف الدنيا على رجله وكله تعظيم سلام وانتباه وقوم يالا واقعد يالا واهرب يالا والكلام ده بره في الكلام. اول ما يدخل البيت تقوم هي موقفه على رجل. يبقى من الذي يحكم العالم؟ امرأة. بس امرأة ذكية. طب هي تعمل في الرجل ازاي؟ تغلبه ازاي؟ كلما ضعفت كلما غلبت. وانا بقول للنساء برضو نصيحة للنساء اللي عاملين الرجالة في البيوت، الست لما تعمل راجل في البيت تتكسر، لا تكن صلبا فتكسر. طب لو انت لين زي خرطوم المية كده هيعمل فيك ايه؟ يعني اللين الانسان لما يكون لين خسائره اقل من لو كان صلبا متعصبا. دايما المتصلب في رأيه اعلم انه سينكسر. فالمرأة لما تيجي تعمل راجل قبال الراجل يكسرها على طول، لكن كلما تضعف وتدي له مكانته، لان الرجل برضو عنده سنة غرور. يعني الغرور ده بسبب ايه؟ بسبب الموقع الذي انزله الله عز وجل فيه. وكما اقول ان في مسافات جعل الله عز وجل مسافات بين الخلق ورتب على هذه المسافات احكاما، ففي مسافة بين الرجل والمرأة. قال تعالى وللرجال عليهن درجة. فالرجل هنا والست تحت. مش معنى انها تحت انه عيب انها تبقى تحت، لا، هو ده مكانها الذي جعله الله عز وجل فيه. ما بين المسافة الرجل والمرأة في احكام، في المسافة دي لها احكام. الاب والولد في مسافة بينهم، الأب هنا والولد تحت، لا يسميه باسمه ولا يمشي أمامه ولا يتكلم قبله. الشباب اللي بيقول لأبويا عم الحج وروح يا عم الحج وتعالى يا عم الحج واطلع من دول يا عم الحج وبتلعب بدلك اليومين دول يا عم الحج أنا شفت أولاد بيقولوا لأبوه، واحد بيقول لأبوه في مجلس انا كنت فيه يعني بقول له يا عم الحاج شكلك اليومين دول بتلعب بديلك، انت عايز تتجوز على امي ولا ايه؟ ده بيضحكوا يعني مع بعض والكلام. لا، فطبعا انا ما فوتش المساله دي. يعني قلت له يا ابني ما عيب، الاب ما يتقولوش هذا الكلام، لكن بكل اسف الاب هو السبب في المساله دي. الاب هو السبب انه ايه؟ اختصر المسافه.
وقال لك إذا كبر ابنك إيه؟ خويه. خويه يعني خليك إيه؟ أخوه يعني. لا، عمر الأب ما يبقى أخ أبدا في يوم من الأيام. ليه؟ لأن الأب ده له حقوق، فالحقوق دي سببها المسافة التي بين الأب وبين الابن، فيبقى الأب ما يفسدش الابن باختصار المسافة دي اللي بينهم. فعايزين نقول المرأة ما بينها وبين الرجل كزوجها يعني مسافة، ورتبت أحكام على هذه الايه؟ على هذه المسافات. لكن كلما فالمسافة دي أنا عايز أقول بتدي الرجل نوع من الاعتداد بالنفس، يعني تحطه على قبة الغرور، أنا الراجل وأنا اللي مش عارف فيه والكلام ده، إزاي الست تتكلمني بالنظام ده والطريقات ده، فكبرانا في دماغه. ولذلك تلاقي لو تخصموا مع بعض الرجل والست، الرجل أبدا ما يصالحش الست، مع إن هو اللي غلطان، هو اللي غلطان، ومع ذلك ما يصالحهاش، ويفضل كده شامخ بأنفه وزور بجانبه وبتاع، لحد ما المرأة إيه تقول طب وأنت زعلان ليه ومش عارف إيه الكلام. حتى ممكن المرأة تفتعل أي حاجة اي حاجه عشان تتكلم مع الراجل وتعمل بقى حوار والكلام ده، واخد بالك؟ شفت الواد النهارده كسر اللي مش عارف ايه، ما هو يا فلحه تربيتك يا فلحه، اي حاجه، ما هو بيكلموش بعض بقالهم اسبوعين مثلا والكلام ده، اي حاجه عايزين يعملوها مع بعض، تبتدي الست تقول كلمتين، الراجل يقول كلمتين، يبتدي يحصل حوار. فالست العاقله ما تستناش بقى لحد ما الراجل يصالحها، لان برضه نفسه طويل في الخصام وبيعتذرش، لان ايه؟ لابس القوامه بقى، وللرجال عليهن درجة والكلام ده، والعصمة في ايدي وحاجات زي كده. فيوم المرأة العاقلة ما تقولش لا، ما انا لو اديت واطي لا ده هياخد عليها والكلام ده وخليه مثلا. لا، ست العاقلة تيجي تقول له انت زعلان ليه، وانت لا اكتحل بغمض حتى ترضى، اول ما تقول كلمتين يقوم واقع من طوله على طول، ها، طالما انها ضد غروره وان هو الراجل والدنيا مش عارفيه والكلام ده، تكسب الجولة على طول، تعكر بيتها ليه وتعكر نفسها ليه، وتغير اسبوعين مخصمها ليه، مش فاهم يعني. وفي الاخر بنرجع، فما اسبوعين ضاعوا من العمر، العمر ده 60 سنة، اسبوعين في اسبوعين في اسبوعين، تبص تلاقي مثلا 10 سنين من حياته بخصام. طب وانت اللي استفدتوه؟ لا عارفة تصلي ولا عارفة تعيش ولا عارفة تهنئ بالعيش، وهو كذلك. وذلك البيت السعيد اغلب الفضل يعود الى المرأة فيه، والبيت الشقي اغلب العبء على كاهل المرأة. صح، الرجل له دور مهم، بس المرأة هي قاعدة البيت. 90% من البيوت المطلقة سببها المرأة، لان الرجل هيطلق ليه؟ خسران الجلد والساق، خسر الشقة، خسر العيال، وخسر النفق، وخسر المتعة، ولسه عايز يتجوز كمان، لسه عايز يجيب مهر وعايز يجيب شقة، ولسه عايز يدور على عروسة والكلام. لا، ما يعيش. فأي رجل في الدنيا عايز يعيش، اللي بيهد البيت المرأة برضه. شوف يعني حتى في المسألة دي، فأنا عايز أقول إن المرأة هي القاعدة، قاعدة البنيان. يبقى كل ما المرأة تضعف أمام الرجل، كل ما تغلبه، كل في كل الجولات، في كل الجولات. انا اعرف يعني مشكله من المشاكل المعروضه عليا، وانا زي ما قلت في المره اللي فاتت، انا لما بقول مشكله ما بشهرش بحد، ولا اقصد افشي سر حد، عشان مش حد يتصل بيا بالتليفون ويقع من الشيخ انت قلت الحكايه بتاعتي في قدام الناس وحاجات زي كده. طب انا ما قلتش لفلان الفلاني ولا علان العلاني ولا بلده ايه عشان خاطر يقول لي الكلام ده، لكن هي عبره من ضمن العبر. يعني رجل مثلا غني جدا، سنة 86 لما تزوج امرأة، أسس الشقة بتاعته قبال نادي الشمس في القاهرة بمليون جنيه على القفل. القشاية جاية من أوروبا، القشاية جاية من أوروبا. الكلام ده كان سنة 86، النهاردة مثلا المليون جنيه دول يعملوا كام؟ يعملوا مثلا 15 مليون 20 مليون 30 مليون. يعني ده كان رقما خرافيا سنة 86، ده غير الشقة، غير عظم الشقة، غير عظم الشقة وغير مكان الشقة وكانت فين والكلام ده. ومش كده بس، وقالت له الشقة اللي فوقنا دي عايز اخدها،
قام بنيها لها ومؤسسها لها بس بمبلغ أقل من هذا المبلغ. بعد ما عمل الحدوتة دي هجرته وقامت قاعدة في الشقة اللي فوق وسابته قاعد في الشقة اللي تحت. انتظر سنوات انها يعني ما هو كبرانة في دماغه، مش بقول لكم قبة الغرور وقاعد وانا الراجل، لا مستني بقى انها تخبط على الباب وتقول له انا غلطانة او انا يعني متأسفة او الكلام. ابدا، اقول لك المرة تستطيع انها تهجر الرجل بالسنوات يعني ما عاد وتبقى عايشة طبيعية جدا مش مشكلة. قلت له طيب وانت لما عملت بقى المليون والكلام ده كنت بتعمله ازاي؟ قال لي في لحظات الروقان تطلب، اول ما تطلب وانا رايق كده مش عارف ايه بديلها وعد، وانا راجل بقى المفروض ما اخلفش. كل حاجة خدتها منه في لحظات الروقان، لكن لو هما متخاصمين ولا مليم واحد، فالمرأة عارفة سكتها وأيضا عرفت مفتاح الرجل. فيعني يوسف عليه السلام بيقول بقى إيه لربه تبارك وتعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. طبعا دي محنة أشد جسامة بكثير من أن ألقي في الجب، ولا أنتم مش ملاحظين في فرق؟ شوف 13 داعيا يدعو إلى الوقوع في الفاحشة ومع ذلك عصمه الله عز وجل وما قعش في الفاحشة، وأي مقتضى من دول يوقع البني آدم. فإذا المحنة دي أشد إيه؟ جسامة. بعد كل محنة وقع فيها يوسف عليه السلام ربنا عز وجل يقول إيه؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. طيب وهو لسه مطلعينه من الجب، ما فيش حد عارف ان له نباهة ولا انه يبقى نبي ولا الكلام ده ولا ما الذي سيجري في حياته. ربنا عز وجل ايه قال: وكذلك مكنا ليوسف في الارض. طب ايه وجه التمكين وهو لسه مطلعينه من الجب؟ طب هو لما دخل السجن وبعدين حصل الرؤية بقى اللي الملك رآها، سبع بقرات والكلام ده، وطلب التأويل، أولها يوسف عليه السلام نفذوا الكلام، طلع كلامه جد وأنقذ إيه مصر بإذن الله عز وجل من المجاعة، وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. الرسول عليه الصلاة والسلام علق على المسألة دي، قال: لو كنت من يوسف عليه السلام أو لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبت، أخرج من السجن على طول، بس لو جاء قال له اطلع برا، يوسف عليه السلام قال: لا، أنا أولا لست مذنبا تفضحوني، وبعدين تعمل لي عفو كده زي ما احنا بنقول في الامثال بتاعنا، يفضحني في ميدان ويصالحني في حارة، لا، زي ما عملت معايا القصة في الميدان العام، تعالى برضو وطهرني وقل ان هذا بريء، انا ما اخرجش. فمرضاش يطلع. خلاص الملك بعت للنسوان: ايه اللي انتوا عملتوه؟ قالوا: والله ده رجل شريف ورجل كريم وما علمنا عليه من سوء. امرأة العزيز قالت: الان حصحص الحق، انا راودته عن نفسه. خلاص الملك قال ايه بقى؟ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. خلي بالك في المرة الاولى ما قالش استخلصه لنفسي، وقال الملك ائتوني به، يبقى مستشار وخلاص، طالما يعني بيفهم في تأمين الاحلام وبتاعه وزبط للخزانة وزبط للمش عارفين نستفيد بيه، ولما يعني ما نعوزوش نديله رصاصتين زي خيل الحكومة استغنينا عنه. لكن معنى انه مش راضي يطلع، ولبث في السجن بضع سنين وده سجن ومش راضي يطلع لحد ما يقولوا ان انا بريء، ده يبقى معدن النفيس، ده ما فيش زيه، ده بقى يبقى الخلاصة بتاعتي انا، مش مجرد مستشار.
استشيره في اي حاجه تخص البلد، لا ده بقى انا عايزه ده، لان هو ده طاهر الذيل، ده اللي مفيش زيه في الدنيا. يبقى ده بقى بطني انا، واديله سري واديله حياتي واستامنه على الذي لا استامن عليه احدا. عشان كده في المره الثانيه قال ايه؟ استخلصه لنفسي. لما خرج يوسف عليه السلام قال له ايه؟ اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الارض. يبقى انا عندي بعد كل محنه في تمكين، بس تمكين عن تمكين يفرق. طب احنا خلاص فهمنا بقى، وكذلك مكنا ليوسف في الارض، بقى هو ايه؟ هو اللي ماسك الخزينه كلها وماسك الاموال كلها. خلاص فهمنا ان التمكين شكله ايه، لكن التمكين الاولاني ايه شكله؟ لسه طالع صبي صغير من الجب، لا ظاهر له نباهة عند العزيز ولا الكلام ده، واحد جميل وخلاص. ربنا عز وجل يقول وكذلك مكنا ليوسف في الارض. التمكين ليوسف هنا انه دخل قلب العزيز، وده التمكين الحقيقي لأي إنسان يدعو إلى الله، أن يدخل قلوب الناس. لو دخلت قلب الناس انتهى كل شيء، منين ما توجهه هيروح. عايز تعقد رايات الجهاد وتطلع وراك، عايز تقول له الصدقات والزكوات يديك، عايز تقول له اقف حارس يحرس، تحطه في الساقة يقف، تحطه في المقدمة يقف. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يخالفك أبدا طالما أنت في قلبه. طب كان واحد ممكن يقول طب إيه في الأرض دي الأولانية؟ ممكن وكذلك مكنا ليوسف بس، يبقى مكنا ليوسف في قلب العزيز، ما قلب العزيز مش أرض ولا حاجة. لكن هنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، ما هو أصل التمكين معناه إيه؟ أن يكون لك مكان، وإنت ما أنتش عايش في الهواء، أنت حاطط رجليك على الأرض، إنما تمشي على الأرض. فيبقى التمكين الأولاني أنه دخل قلب العزيز وقلب امرأة العزيز. التمكين الثاني أنه حكم مصر. الاثنين دول التمكين ده جاب سبب إيه بقى؟ بسبب الصبر والاعتصام بالله. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ويوسف عليه السلام ثبت في حقه هذا، صبر وغفر. لما قال لإخوته لا تثريب عليكم لن يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فيبقى من نظر إلى بداية أمر يوسف لا يتوقع نهايته أبدا. احنا بنقول الحال وهو اللحظة الحالة التي تعيشها أنت، لا تنظر إليها، ممكن تبقى سيئة وأنت في بلاء عظيم، ولكن انظر إلى كمال النهايات. شكيد ابن الجوزي بيقول إيه بقى؟ بيقول من عاينا، واشترط طبعا ابن الجوزي في المسألة دي البصيرة، اشترط البصيرة، من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها نال خيرها ونجا من شرها. وهذا البحث لنا معه صلة غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.